نروح لزميلنا فاروق صلاح مجموعه من اللقاءات سريعا وبعدين نرجع نحلل الجوال مره ثانيه. بدا لاوضه اللبس الكباتن النادي الاهلي مع رضا سليم، لكن موهبه رضا سليم فرضت نفسها على النادي الاهلي. كما ملي كتكون واحد المجموعه ديال الدراري مزيانين وكيبغيو الخير لبعضياتهم ضروري غادي تتاقلم وغادي تدخل في المجموعه، كتدخل في المجموعه الحمد لله هذا الشيء بالخدمه وبفضل الله سبحانه وتعالى. مين اقرب اللاعبين لرضا سليم اللي يعني دخلوك في الاجواء بسرعه؟ انا عارف ان كهربا دايما بيتكلم معاك باللغه المصريه، حفظك بعض الكلمات المصريه. والصراحه الدراري كاملين صحابي والدراري دراري كاملين خوشي، كنبغي نشكرهم وكنقول لهم شكرا حنا دخلش معاكم بسرعه وان شاء الله نفرحوا هذا الجمهور الاهلاوي ان شاء الله. ما ينفعش يكون معايا رضا سليم وما اسالكش وبارك لك على تنظيم المغرب لكاس العالم 2030، ملف مشترك وما بين المغرب اسبانيا البرتغال، اعتقد هي انتصار للكره المغربيه، وكواحد من ابناء الكره المغربيه سعيد بالتنظيم ده رضا. واي واحد كيكون فرحان ببلاده ملي كينظم واحد الكروي ديال كاس العالم ان شاء الله غادي يكون واحد كاس العالم اللي زوين وغادي يشرف العرب كاملين ان شاء الله. هل رضا تم استدعائه للمنتخب المغربي؟ انا عارف ان رضا واحد من العناصر المهمه جدا بالنسبه للكره المغربيه. ما تستدعيش المنتخب الوطني ولكن ان شاء الله بالخدمه وبالعمل وبالماتشات ان شاء الله غادي نلتحق المنتخب الوطني وغادي نعطيه الاضافه للفريق المنتخب ديالي والبلاد ديالي. اهم الاكلات المصريه بقى اللي اتعلمتها من لعيبه النادي الاهلي جربتها ولا لسه؟ الفول المدمس، فول مدمس. انا بشكرك يا رضا، انا بشكرك يا رضا والكابتن بيبو. كابتن